بسم الله. أيها الإخوة والأخوات، كان بودي أن أجيء إليكم قبل الآن، ألتقي بكم وبجماهير شعبنا وأمتنا، لكن مشاغلي كان كما تعلمون وكما تريدون، وأثق أنكم تقدرون وتعذرون. ومهما يكن، فلقد كنت أحس بكم وبشعبنا وأمتنا معي في كل رأي، وكنت أحس بكم وبشعبنا وأمتنا معي في كل قرار. كنتم جميعا معي فيما أخذته على مسؤوليتي تعبيرا عن إرادة أمة وتعبيرا عن مصير شعب. ولأن الحوادث كبيرة، ولأن التطورات متلاحقة، ولأن القرارات مصيرية، فإنني أريد أن أدخل مباشرة فيما أريد أن أتحدث فيه معك، وسوف أركز على نقطتين: الحرب والسلام. أولا الحرب. لست أظنكم تتوقعون مني أن أقف أمامكم لكي نتفاخر معا ونتباهى بما حققناه في 11 يوما من أهم وأخطر، بل أعظم وأمجد أيام تاريخنا، وربما جاء يوم نجلس فيه معا لا لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاقه، مرارة الهزيمة وآلامها، وحلاوة النصر وآمال. نعم، سوف يجيء يوم نجلس فيه لنقص ونروي ماذا فعل كل منا في موقعه، وكيف حمل كل منا أمانته وأدى دوره، كيف خرج الأبطال من هذا الشعب وهذه الأمة في فترة حالكة ساد فيها الظلام، ليحملوا مشاعل النور وليضيئوا الطريق حتى تستطيع أمتهم أن تعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء. وأظنكم توافقونني على أن لدينا اليوم من المشاغل والمهام ما يستحق أن نكرس له كل وقتنا وجهدنا. وإذا جاز لي أن أتوقف قليلاً، وأنا أعلم أن بكم شوقاً إلى سماع الكثير، فإني أقول ما يلي: أولاً، فيما يتعلق بنفسي، فلقد حاولت أن أفي بما عاهدت الله وعاهدتكم عليه قبل 3 سنوات بالضبط من هذا اليوم. عاهدت الله وعاهدتكم على أن قضية تحرير التراب الوطني والقومي هي التكليف الأول الذي حملته ولاءً لشعبنا وللأمة. عاهدت الله وعاهدتكم على أني لن أدخر جهداً ولن أتردد دون تضحية مهما كلفتني، في سبيل أن تصل الأمة إلى وضعٍ تكون فيه قادرة على رفع إرادتها إلى مستوى أمانها. ذلك أن اعتقادي دائماً كان ولا يزال أن التمني بلا إرادة نوع من أحلام اليقظة يرفض حبي وولائي لهذا الوطن
أن نقع في سرابه أو في ضبابه. عاهدت الله وعاهدتكم على أن نثبت للعالم أن نكسة سنة 1967 كانت استثناءً في تاريخنا وليست قاعدة. وقد كنت في هذا أصدر عن إيمان بالتاريخ يستوعب 7000 سنة من الحضارة ويستشرف آفاقاً، أعلم علم اليقين نضال شعبنا وأمتنا لبلوغها والوصول إليها وتأكيد قيمها وأحلامها العظمى. عاهدت الله وعاهدتكم على أن لا أتأخر عن لحظة أجدها ملائمة ولا أتقدم عنها، لا أغامر ولا أتلكأ. وكانت الحسابات مضنية والمسؤولية فادحة، لكنني أدركت كما قلت لكم وللأمة مراراً وتكراراً أن ذلك قدري وأنني حملته على يدي. عاهدت الله وعاهدتكم وحاولت مخلصاً أن أفي بالوعد، ملتمساً عون الله وطالباً ثقتكم وثقة الأمة، وإني لأحمد الله. ثانياً، لقد كان كل شيء منوطاً بإرادة الأمة. حجم هذه الإرادة وعمق هذه الإرادة، وما كنا لنستطيع شيئاً وما كان أحد ليستطيع شيئاً لو لم يكن هذا الشعب ولو لم تكن هذه الأمة. لقد كان الليل طويلاً وثقيلاً، ولكن الأمة لم تفقد إيمانها أبداً بطلوع الفجر. وإني لأقول بغير ادعاء أن التاريخ سوف يسجل لهذه الأمة أن نكستها لم تكن سقوطاً وإنما كانت كبوةً عارضة، وأن حركتها لم تكن فوراناً وإنما كانت ارتفاعاً شاهقاً. وبرغم ظواهر عديدة، بعضها طبيعي وبعضها مصطنع من تأثير حرب نفسية وجهت إلينا، فقد كان سؤالي لنفسي ولغيري في كل يوم يمر: هل القاعدة سليمة؟ وكنت واثقاً أنه ليس في قدرة أي حرب نفسي مهما كانت ضراوتها أن تمس صلابة هذه القاعدة. وما دامت القاعدة بخير فإن كل شيء بخير، وغير ذلك لن يكون إلا زوبعة في فنجان كما يقولون. لست أنكر أننا واجهنا مصاعب جمة، مصاعب حقيقية، مصاعب في الخدمات، مصاعب في التموين، مصاعب في الإنتاج، مصاعب في العمل السياسي أيضاً. وكنت أعرف الحقيقة، ولكنني لم أكن في موقف يسمح لي بشرحها. كنت أعرف أننا نحاول أن نجعل الحياة مقبولة للناس، وفي نفس الوقت فإن علينا أن نحتاط لما هو منتظر. وكنت واثقاً أنه سوف يجيء يوم تظهر فيه الحقيقة لغيري كما كانت ظاهرة لي، وحين تظهر الحقيقة فإن الناس سوف يعرفون وسوف يقدرون، وأحمد الله. ثالثاً، ولقد كانت هناك إشارات واضحة إلى وجود تمزق في ضمير الأمة العربية كلها، وكنت أرى ذلك طبيعياً لأسباب اجتماعية وفكرية زادت عليها مرارة النكسة.
كان هناك من يسألونني ويسألون أنفسهم: هل تستطيع الأمة أن تواجه امتحانها الرهيب وهي على هذه الحالة من التمزق في ضميرها؟ وكنت أقول إن هذا التمزق فضلاً عن أسبابه الطبيعية يعكس تناقضاً بين الواقع والأمل، وليس في ذلك ما يخيف، بل كنت أعتقد أنه ليس هناك شفاء لضمير الأمة ولا راحة له إلا عندما تواجه الأمة لحظة التحدي. ولم أكن في بعض الأوقات على استعداد للدخول في مناقشات عقيم: هل نعالج التمزق قبل مواجهة التحدي أو نقبل التحدي رغم وجود إشارات إلى التمزق؟ وكان رأيي أن الأمم لا تستطيع أن تكشف نفسها أو جوهرها إلا من خلال ممارسة الصراع، وبمقدار ما يكون التحدي كبيراً، بمقدار ما تكون يقظة الأمة واكتشافها لقدراتها كبيراً. ولقد كنت أعرف جوهر قواتنا المسلحة، كنت أعرف جوهر قواتنا المسلحة، ولم يكن حديثي عنها رجماً بالغيب ولا تكهناً. لقد خرجت من صفوف هذه القوات المسلحة وعشت بنفسي تقاليدها، وتشرفت بالخدمة في صفوفها وتحت ألويتها. إن سجل هذه القوات كان باهراً، ولكن أعداءنا الاستعمار القديم والجديد والصهيونية العالمية ركزت ضد هذا السجل تركيزاً مخيفاً، لأنها أرادت أن تشكك الأمة في درعها وفي سيفها. ولم يكن يخامرني شك في أن هذه القوات المسلحة كانت من ضحايا نكسة 67، ولم تكن أبداً من أسبابها. كان في استطاعة هذه القوات 67 أن تحارب بنفس البسالة والصلابة التي تحارب بها اليوم، لو أن قيادتها العسكرية في ذلك الوقت لم تفقد أعصابها بعد ضربة الطيران التي حذر منها عبد الناصر، أو لو أن تلك القيادة لم تصدر بعد ذلك قراراً بالانسحاب العام من سيناء بدون علم عبد الناصر أيضاً. إن هذه القوات لم تعطى الفرصة لتحارب دفاعاً عن الوطن وعن شرفه وعن ترابه، لم يهزمها عدوها، ولكن أرهقتها الظروف التي لم تعطها الفرصة لتقاتل. ولقد شاركت مع جمال عبد الناصر في عملية إعادة بناء القوات المسلحة، ثم شاءت لي الأقدار أن أتحمل مسؤولية استكمال البناء ومسؤولية القيادة العليا له. إن القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري. لقد أعطت نفسها بالكامل لواجبها، استوعبت العصر كله تدريباً وسلاحاً، بل وعلماً واقتداراً. وحين أصدرت لها الأمر أن ترد على استفزاز العدو وأن تكبح جماح غروره،
فإنها أثبتت نفسها. إن هذه القوات أخذت في يدها بعد صدور الأمر لها زمام المبادئة وحققت مفاجأة العدو وأفقدته توازنه بحركتها السريعة. ولست أتجاوز إذا قلت إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلاً بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر 1973 حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. لقد كانت المخاطرة كبيرة وكانت التضحيات عظيمة، ولكن النتائج المحققة لمعركة هذه الساعات 6 الأولى من حربنا كانت هائلة. فقد العدو المتغطرس توازنه إلى هذه اللحظة. استعادت الأمة الجريحة شرفها. تغيرت الخريطة السياسية للشرق الأوسط. وإذا كنا نقول ذلك اعتزازاً وبعض الاعتزاز إيمان، فإن الواجب يقتضينا أن نسجل من هنا وباسم هذا الشعب وباسم هذه الأمة ثقتنا المطلقة في قواتنا المسلحة، ثقتنا في قيادتها التي خططت، وثقتنا في ضباطها وجنودها الذين نفذوا بالنار والدم. ثقتنا في إيمان هذه القوات المسلحة وثقتنا في علمها. ثقتنا في سلاح هذه القوات المسلحة وثقتنا في قدرتها على استيعاب هذا السلاح. أقول باختصار أن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، أنه قد أصبح له درع وسيف. أيها الإخوة والأخوات، كان ذلك عن الحرب، والآن ماذا عن السلام؟ عندما نتحدث عن السلام فلابد لنا أن نتذكر ولا ننسى، كما لابد لغيرنا أن لا يتناسى، حقيقة الأسباب التي من أجلها كانت حرب. وقد تأذنون لي أن أضع بعض هذه الأسباب محددة قاطعة أمام حضراتكم. أولاً، إننا حاربنا من أجل السلام، حاربنا من أجل السلام الوحيد الذي يستحق وصف السلام، وهو السلام القائم على العدل. إن عدونا يتحدث أحياناً عن السلام، ولكن شتان ما بين سلام العدوان وسلام العدل. إن ديفيد بن غوريون هو الذي صاغ لإسرائيل نظرية فرض السلام، والسلام لا يفرض، والحديث عن فرض السلام معناه التهديد بشن الحرب أو شنها فعلا. والخطأ الكبير الذي وقع فيه عدونا أنه تصور أن قوة الإرهاب تستطيع ضمان الأمن. ولقد ثبت عملياً اليوم وفي ميدان القتال عقم هذه النظرية، ثبت أنها
إذا صلحت بضعف الآخرين في يوم فإنها لا تصلح إذا ما استجمع هؤلاء قوتهم في كل يوم. ولست أعرف كيف كان لديفيد بن غوريون أن يفكر لو أنه كان في مركز القيادة في إسرائيل اليوم. هل كان في استطاعته أن يفهم طبيعة التاريخ؟ أو أنه كان سيظل كما نرى قيادة إسرائيل اليوم في موقف معاد للتاريخ؟ إن السلام لا يفرض، وسلام الأمر الواقع لا يقوم ولا يدوم. السلام بالعدل وحده، والسلام ليس بالإرهاب مهما أمعن في الطغيان ومهما زين له غرور القوة أو حماقة القوة. ذلك الغرور وتلك الحماقة اللتين تمادى فيهما عدونا ليس فقط خلال السنوات الست الأخيرة، بل خلال السنوات الخمس والعشرين، أي منذ قامت الدولة الصهيونية باغتصاب فلسطين. ولقد نسأل قادة إسرائيل اليوم، أين ذهبت نظرية الأمن الإسرائيلي التي حاولوا إقامتها بالعنف تارة وبالجبروت تارة أخرى؟ لقد انكسرت وتحطمت. قوتنا العسكرية تتحدى اليوم قوتهم العسكرية. وها هم في حرب طويلة ممتدة، وهم أمام استنزاف نستطيع نحن أن نتحمله بأكثر وأوفر مما يستطيعون. وها هم عمقهم معرض إذا تصوروا أن في استطاعتهم تخويفنا بتهديد العمق العربي. وربما أضيف لكي يسمعوا في إسرائيل، إننا لسنا دعاة إبادة كما يزعمون، إننا لسنا دعاة إبادة كما يزعمون. إن صواريخنا المصرية عابرة سيناء من طراز ظافر موجودة الآن على قواعده مستعدة للانطلاق بإشارة واحدة إلى أعماق الأعماق في إسرائيل. ولقد كان في وسعنا منذ الدقيقة الأولى للمعركة أن نعطي الإشارة ونصدر الأمر، خصوصاً وأن الخيلاء والكبرياء الفارغة أوهمتهم بأكثر مما يقدرون على تحمل تبعات. لكننا ندرك مسؤولية استعمال أنواع معينة من السلاح، ونرد أنفسنا بأنفسنا، نرد أنفسنا بأنفسنا عنها. وإن كان عليهم أن يتذكروا ما قلته يوماً وما زلت أقوله، العين بالعين والسن بالسن والعمق بالعمق. ثانياً، إننا لم نحارب لكي نعتدي على أرض غيرنا، وإنما حاربنا ونحارب وسوف نواصل الحرب لهدفين اثنين. الأول استعادة أراضينا المحتلة بعد سنة 67، الثاني إيجاد السبيل لاستعادة واحترام الحقوق المشروعة لشعب فلسطين. هذه هي أهدافنا من قبول مخاطر القتال.
ولقد قبلناها رداً على استفزازات لا تحتمل ولا تطاع، ولم نكن البادئين بها، وإنما كنا فيها ندافع عن أنفسنا وعن أرضنا وعن حقنا في الحرية وفي الحياة. إن حربنا لم تكن من أجل العدوان، ولكن ضد العدوان. أيها الإخوة والأخوات، لقد شهد العالم كله لنا بالحق وأشاد بشجاعتنا دفاعاً عن هذا الحق. أدرك العالم أننا لسنا البادئين بالعدوان، ولكننا المبادرين بواجب الدفاع عن النفس. لسنا ضد قيم وقوانين مجتمع الدول، ولكننا مع قيم وقوانين مجتمع الدول. لسنا مغامري حرب، وإنما نحن طلاب سلام. أدرك العالم ذلك كله، وكان يتعاطف من قبل ذلك مع قضيته، واليوم زاد على تعاطفه معنا احترامه لتصميمنا على الدفاع عن هذه القضية. ولقد كنا نطمئن بعطف العالم، ونحن الآن نعتز باحترامه. وأقول لكم بصدق وأمانة أنني أفضل احترام العالم ولو بغير عطف على عطف العالم إذا كان بغير احترام. وأحمد الله. أيها الإخوة والأخوات، إن دولة واحدة اختلفت مع العالم كله، ولم تختلف معنا فقط، إنما مع العالم كله. كما قلت، هذه الدولة هي الولايات المتحدة. لقد فوجئت كما تدعي بأننا حاولنا رد العدوان ولسنا نفهم كيف ولماذا فوجئت. هذه الدولة لم تكتفي كما تقول بأنها فوجئت، وإنما أفاقت من المفاجأة دون أن تعود إلى الصواب. ومن المؤسف والمحزن أن يكون هذا موقف واحدة من القوى الأعظم في هذا العصر. لقد كنا نتوقع، أو ربما نتمنى ضد الشواهد والتجارب كلها، أن تفيق الولايات المتحدة الأمريكية من المفاجأة إلى الصواب، لكن ذلك لم يحدث. ورأينا الولايات المتحدة تخرج من المفاجأة إلى المناورة. إن عرضها الأول هو وقف القتال والعودة إلى خطوط ما قبل 6 أكتوبر. وكان يمكن أن نغضب من هذا المنطق المعكوس، ولكننا لم نغضب، لأننا نثق في أنفسنا من ناحية، ومن ناحية أخرى لأننا بالفعل نريد أن نساهم في سلام العالم. إن العالم يدخل في عصر من الوفاق بين القوتين الآن، ونحن لا نعارض سياسة الوفاق. كان لنا تحفظ واحد عليه، وما زال تحفظنا قائم. إذا كنا نريد أن يدخل العالم بعد استحالة الحرب العالمية إلى عصر من السلام، فإن السلام ليس معنى مجردا أو مطلقا. السلام له معنى واحد، هو أن تشعر كل شعوب الأرض أنه سلام لها وليس سلاماً مفروضاً عليه. وإني لا أقول أمام حضراتكم وعلى مسمع من العالم، نحن نريد أن تنجح وأن تتدعم سياسة الوفاق، ونحن على استعداد للمساهمة في إنجاحها وتدعيمها.
لكننا نرى وبحق أن ذلك لا يمكن أن يحدث بينما العدوان قائم ضد أمة عربية بأسرها تقع في قلب العالم استراتيجياً وتملك أهم ثرواته اقتصادياً. إن أي نسيان لهذه الحقيقة البديهية ليس تجاهلاً فحسب، وإنما هو إهانة لا نرتضيها لأنفسنا ولا للعالم الذي يعرف أهمية وقيمة هذه المنطقة التي نعيش فيها. وعليه أن يعرف الآن أن هذه المنطقة قادرة على أن تمنح وأن تمنع. رسالة لا يمليها الخوف ولكن تمليها الثقة، رسالة لا تصدر عن ضعف ولكن تصدر عن رغبة حقيقية في صون السلام ودعم الوفاق. أريد أن أقول له بوضوح إن مطلبنا في الحرب معروف، لا حاجة بنا لإعادة شرح. وإذا كنتم تريدون معرفة مطلبنا في السلام فإليكم مشروعنا للسلام. أولاً، إننا قتلنا وسوف نقاتل لتحرير أراضينا التي أمسك بها الاحتلال الإسرائيلي سنة 67 ولإيجاد السبيل لاستعادة واحترام الحقوق المشروعة لشعب فلسطين. ونحن في هذا نقبل التزامنا بقرارات الأمم المتحدة، الجمعية العامة ومجلس الأمن. ثانياً، إننا على استعداد لقبول وقف إطلاق النار على أساس انسحاب القوات الإسرائيلية من كل الأراضي المحتلة فوراً. وتحت إشراف دولي إلى خطوط ما قبل 5 يونيو سنة 67. ثالثاً، إننا على استعداد فور إتمام الانسحاب من كل هذه الأراضي أن نحضر مؤتمر سلام دولي في الأمم المتحدة. سوف أحاول جهدي أن أقنع به رفاقي من القادة العرب المسؤولين مباشرة عن إدارة صراعنا مع العدو، كما أنني سوف أحاول جهدي أن أقنع به ممثلي الشعب الفلسطيني، وذلك لكي نشارك معاً ومع مجتمع الدول في وضع قواعد وضوابط لسلام في المنطقة يقوم على احترام الحقوق المشروعة لكل شعوب المنطقة. رابعاً، إننا على استعداد هذه الساعة بل هذه الدقيقة أن نبدأ في تطهير قناة السويس وفتحها أمام الملاحة العالمي لكي تعود إلى أداء دورها في رخاء العالم وجدها. ولقد أصدرت الأمر بالفعل إلى رئيس هيئة قناة السويس بالبدء في هذه العملية غداة إتمام تحرير الضفة الشرقية للقناة، وقد بدأت بالفعل مقدمات الاستعداد لهذه المهمة. خامساً، إننا لسنا على استعداد في هذا كله لقبول وعود مبهمة أو عبارات مطاطة تقبل كل تفسير وكل تأويل وتستنزف الوقت فيما لا جدوى فيه وتعيد قضيتنا إلى جمود لم نعد نقبل به مهما كانت الأسباب لدى غيرنا أو التضحيات بالنسبة لنا. ما نريده الآن هو الوضوح، الوضوح في الغايات والوضوح في الوسائل. أيها الإخوة والأخوات، لقد قلنا كلمتنا، وأدعو الله مخلصاً أن يفهمها الجميع في إطارها الصحيح وأن يضعوها على الخط المستقيم وأن يحسنوا تقدير الأمور.
إن هذه الساعات تتطلب شجاعة الرجال وعقل الرجال، ومن جانبنا فإننا نواجه هذه الساعات بخشوع الصادقين مع الله ومع أنفسهم ومع أمتهم ومع إنسانيتهم. هذه ساعات تدور فيها معارك أكبر مما دار بالأسلحة التقليدية حتى في حروب العمالقة. هذه ساعات تتقرر فيها مصائر وتتحدد فيها علاقات، تتحدد فيها علاقات سوف تفرض نفسها على المستقبل وهي تؤكد نفسها في الحاضر. هذه ساعات تقدم فيها أبطال، وهذه ساعات يسقط بل يرتفع فيها شهداء. هذه ساعات حافلة بمشاعر متباينة تمتزج فيها صيحة الفرح بمشاعر عميقة أخرى، ذلك أننا كنا ولا زلنا نريد الحق ولا نريد الحرب، لكننا كنا ولا نزال نريد الحق حتى إذا فرضت علينا الحرب، وحين كانت نشوة الانتصار تملأ كل القلوب، فإنني كنت فيما بيني وبين ربي أعرف مدى العناء الإنساني الذي ندفعه في سبيل النصر. ولقد كنت أتتبع أنباء انتصاراتنا في خشوع لأنني أعرف الحرب، ولقد كان أعز القائلين هو الذي علمنا كتب عليكم القتال وهو كره لكم. أيها الإخوة والأخوات، هذه ساعات نعرف فيها أنفسنا ونعرف فيها الأصدقاء ونعرف فيها الأعداء. ولقد عرفنا أنفسنا ولقد عرفنا أصدقاءنا، وكانوا بأصدق وأخلص ما نطلب من الأصدقاء. ولقد كنا نعرف عدونا دائما، ولسنا نريد أن نزيد في أعدائنا، بل إننا لنوجه الكلمة بعد الكلمة، والتنبيه بعد التنبيه، والتحذير بعد التحذير، لكي نعطي للجميع فرصة يراجعون ولعلهم يتراجعون. لكننا بعون الله قادرون بعد الكلمة وبعد التنبيه وبعد التحذير أن نوجه الضربة بعد الضربة، ولسوف نعرف متى وأين وكيف إذا أرادوا التصاعد بما يفعلون. إن الأمة العربية كلها، وأسمح لنفسي أن أعبر عنها، لن تنسى مواقف هذه الساعات. إن الأمة العربية لن تنسى أصدقاء هذه الساعات الذين يقفون معها، ولن تنسى أعداء هذه الساعات الذين يقفون مع عدوها. ربنا كن لنا عونا وهدى، ربنا وبارك لنا في شعبنا وفي أمتنا. ربنا إنك وعدت ووعدك الحق، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والسلام عليكم.